ليالي رمضان السنه دي في سوهاج كان ليها طابع خاص وتفاعل كبير من الاهالي في اللقاءات والامسيات الشعريه وكمان الاغاني المرتبطه بالشهر الكريم. يمكن كمان يا منى كان في فقرات كتير متنوعه زي فقرات التنوره طبعا وعروض لفرقه الموسيقى العربيه والانشاد الديني. تعالوا نتابع ليالي رمضان في سوهاج ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا. الثقافة الجماهيرية بتمارس كل ألوان الآداب والفنون والعلوم على المسارح، وخاصة احنا على المسرح الروماني بسوهاج حاليا فرصة لعرض ما تكون به سوهاج ثرية وغنية جدا من ألوان الآداب المتعددة والفنون التي تميزها بين محافظات مصر. يا قومنا قد جاءنا شهر النور والإحسان، شهر أهل هلاله فرحانا. ربنا يعود علينا وعليكم الآن بخير، وربنا يقبلنا في رمضان ويقبل رمضان منا. شهر الإحسان، شهر النفحات، شهر البركات، شهر التسامح. دستور الثقافة فليها دور كبير جدا وخاصة في الليالي الرمضانية، وتقدم ليالي متنوعة تتناول التوعية عن طريق المحاضرات، كما تتناول الفنون الشعبية بألوانها المختلفة زي رقصة التنورة أو الطبل البلدي، كما تتناول جزء كبير من الشعر. احنا النهاردة كنا جايين نعمل التنورة عشان خاطر الناس كانت مبهورة أساسا من أول رمضان، كنا شغالين احتفالات والنهاردة كانوا الناس متفاعلة جدا 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 مع التنورة، وهي عامة لما بتنزل التنورة الناس بتتفاعل معها أكتر في رمضان، بيبقى ليها روحانيات وبيبقى ليها أغاني معينة طبعا غير الأغاني بتاعت الحفلات الباقيه. يعني ممكن اغاني الحفلات الباقيه بتبقى تريكات بس اللي هي مزيكا بس، لكن احنا حاليا بنعمل روحانيات رمضان وحاجه بنغني عن الصوفي وعن التراث الشعبي وكل حاجه بنعمله الحمد لله في رمضان. انا بشكر وزاره الثقافه، بشكر كل المسؤولين، بشكر السيد المحافظ، كل المسؤولين عن المسرح الروماني. حاجه جميله ليالي رمضان هنا، انا شايف كل حاجه شفتها النهارده، دكاتره بتتكلم، ندوات، شايف شعر اتقال، ندوات اتكلمت عن الادمان، في وعي حقيقي في المكان ده وحسيتنا بقيمه رمضان. جو جميل ومكان فعلا بتتابع فيه كل الاسره السوهاجيه، وجو من الروحانيات عالي جدا طبعا تحت اشراف محافظ سوهاج، وجو يعني رمضاني حلو يعني، وتجمع كل الاسره السوهاجيه فيه.